السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله إحنا طبعا قمنا بنتكلم على أخبار وزارة التربية والتعليم المرحلة اللي جاية كلها أول بأول، فطبعا تابعونا، نعمل لايك للقناة ونشترك ونفعل الجرس عشان يوصل لنا الأخبار أول بأول. آخر الأخبار طبعا دكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم، طبعا كان في بلبلة حصلت من يومين كده عن الدروس الخصوصية. فطبعا هو راح نتكلم بقى عليه عن حقيقة الاستعانة بمراكز الدروس الخصوصية في العام الدراسي المقبل. وزير التربية والتعليم طبعا قال في تصريحات ليه مؤخرا ان الوزارة لم تفكر اطلاقا في الاستعانة بمراكز الدروس الخصوصية ابدا، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح. وكمل كلامه وقال ان الوزارة لم تدرس ايضا فتح باب التراخيص لتلك المراكز، مشيرا الى ان هناك عده مقترحات لعوده الدراسه حال استمرار انتشار فيروس كورونا. واضاف دكتور طارق شوقي ان الوزاره لم تدرس ايضا فتح باب التراخيص لتلك المراكز، مشيرا الى ان هناك عده مقترحات لعوده الدراسه حال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد. جميعها يا جماعه كل الاقتراحات دي تحت الدراسه ولم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي. وهنزل لكم فيديو برضو عن المقترحات دي بالتفصيل ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله. حتى لو يعني ده تكرر، يعني ده حصل وتكرر إعادة فتح مراكز دروس خصوصية، خلي بالك هو ده الوزارة قالت مش هنفتح يبقى احتمال يفتحوا، مفيش شروط يبقى يبقى في شروط. فهنا لو ده حصل وتم إعادة فتح مراكز دروس خصوصية مرة أخرى مش هتبقى زي ما كانت، بل هتكون إيه؟ هيكون في شروط لفتح المراكز دي، واللي مش هينفذها طبعا مش هيفتح، واللي مش هيطبق يطبقها المركز بتاعها هيتقفل، ولن يكون هناك مراكز دروس خصوصيه بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصه. تعرف يعني ايه جهه مختصه؟ يعني تربيه وتعليم هتروح تدفع، محليات هتروح تدفع، برضو كهرباء هتروح تدفع، مياه هتروح تدفع، ضرائب وما ادراك ما الضرائب هتروح تدفع، حمايه مدنيه، يعني طول ما انت بتمشي بورق رسمي عشان تعمل مركز دروس خصوصيه هتدفع فلوس تدفع فلوس. لن يكون هناك مراكز دروس خصوصيه عشوائيه، يعني مش كل واحد عنده شقة هيعملها سنتر، الكلام ده مش هيحصل. عايز تفتح يبقى تمشي في الإجراءات، لأن عكس كده هيضعك تحت طائرة القانون. طبعا في كلام اتقال إن الغرامة ممكن تكون 15,000 جنيه. وحضراتكم طبعا شايفين الدولة بتعمل إيه في المباني المخالفة لشروط التراخيص، يعني السنتر هيكون له مواصفات محددة وقواعد تطمن الناس وتضمن سلامة الطلبة وحمايته. مش هيحصل كمان ان اي حد يتخرج من كليه التربيه او اداب او علوم وغيره انه يدي دروس خصوصيه في سنتر باعتباره انه مدرس، لازم يكون معلم حالي او سابق يعني ذوي المهنه ومخضرم فيها قبل كده. الكلام ده برضه مش اكيد، لان اكتر من شغلكم يعني اكتر من ربع اكتر من نص مدرسين مش شغالين في مدارس، لان اصلا مفيش تعيينات وربنا يعني بيسر لهم وبيشتغلوا دروس. مش هيحصل كمان ان السناتر تفتح في نفس دوله المدرسه، وده تقريبا هيبقى اقوى شرط تعمله لو حصل، لان في مدرسين وطلبه مش بيروحوا المدرسه علشان السنتر مفتوح، فهو يقفل السنتر عشان يجبر الطلبه والمدرس انه يحضر في المدرسه. مش هيحصل تاني كمان ان السناتر ما تدفعش ضرائب للدوله، لازم تدفع ضرائب غير كده مش هيكمل شغل، طالما بتكسب يا باشا يبقى ادفع ضرائب اللي عليك اول باول. كل ده جاري دراسته يا جماعه من كذا جهه، وغالبا هيتطبق لان ده كان تم طرحه اكتر من مره وتاكل تنفيذه من كام سنه، يعني الكلام ده كان تم تداوله من سنتين والوزير كان عايز يعمله بس ما كانش عارف، وجات له زي ما بيقولوا على الطب بسبب كورونا، فتقريبا مش هيتعدى السنه ده لما يعمل الكلام ده. لحد ما يقدر طبعا يسيطر بشكل قوي على السناتر بدا يدرس الكلام ده كله، وبما ان الكل عايز يفتح يبقى يفتح بشروط. زي المقاهي مثلا الحكومه كانت عايزه تحدد موعد فتحها وغلقها بس مش عارفه، وكانت بتقول ما ينفعش القهوه تنها فاتحه للصبح. وبعد كورونا طبعا صدر القرار اللي كان معطل من سنتين او من سنين زي ما بيقولوا، ان قرار غلق المقاهي في مواعيد محدده سوف يستمر الليل الابد. طبعا السناتر قبل كورونا مش هتبقى السناتر بعد كورونا والايام بينا، وان شاء الله افتكروا الكلام ده هتشوفهم. طبعا نعمل لايك للفيديو وشير ونشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لنا اخر الاخبار، وانتظرنا الفيديو الجديد عن شكل الدراسه العام الجديد ان شاء الله. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.